يضع رمضان مسؤولي البرمجة بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مأزق كبير، خصوصا بالنسبة إلى الأندية اللي ما كتوفرش على إنارة في الملاعب الرئيسية وملاعب تدريبية. وحسب جردة صباح صدر اليوم، فإن مسؤولي البرمجة قرروا إجراء جميع مباريات القسم الأول بعد الإفطار، ولكن اصطدموا بإكراه كبير هو ضرورة توزيع المباريات طيلة أيام الأسبوع لضمان نقلها من قبل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون. وكتبحث العصبة الاحترافية عن صيغة البرمجة جوج ديال المباريات كل نهار طيلة أيام الأسبوع، شرط ألا يتعارض ذلك مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية في أيام الراحة. وكتواجه العصبة الاحترافية إكراه آخر هو تحفظ الأمن والسلطات المحلية في بعض المدن حول إجراء المباريات ليلة لعدة اعتبارات، من بينها صعوبة توفير التغطية الأمنية. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش وصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.